التواصل يستمر والأشواط تتوالى وتتواصل في أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم كالعادة دائما بالأثارة والحماس الجميل عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر لختامي المرموم. نتواصل مع حضراتكم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة. الشوط التاسع الذي أعطت إشارة الانطلاق قبل قليل لتاسع الأشواط وهو خاص بالجعدان الإذاع بشعاراتي ومؤسساتي. هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع في 6 كيلومترات ليكون التنافس ما بين المشاركين ما بين المضمرين ما بين هذه الانطلاقات في رياضتنا العربية الأصيلة. نبحر في عمق الميدان، نسير مع المراكز الأولى الحمر الخطر. هجن الرياسة على مقدمة الشوط وهذا مدرك على المركز الأول من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يقوده في التضمير. هجني زعبيل على المركز الثاني وشاهين راشد بن محمد بن مروشد يقود هجن زعبيل في تضميرها المركز الثالث. ثالث المراكز يتقدم سلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى تضميره. أما المركز الرابع فبنلقى في رابع المراكز حشور يأتي في هذه اللحظات حاشر يتقدم من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتولى تضميره في هذا الانطلاق. الأربع المراكز اللي انطلقوا في الجعدان، المركز الخامس خامس المراكز هذا العفريت لسمو شيخ ذياب بن محمد بن راشد لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان محفوظ بن خميس الينيبي يتولى تضميره. والمركز السادس المراكز مياس من هجن سيح السلم السهيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية التضمير. المركز الثامن هذا ثامن المراكز مبلش لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز التاسع تدخل في هذه اللحظات هايش من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتولى عملية التضمير. والمركز العاشر شاهين من هجن العاصفة يقود في التضمير غياث الهلالي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذه التحديات الجميلة في هذا الاندفاع. النداء الأول للعشرة المراكز الأولى والعودة إلى المراكز المتقدمة مرة ثانية للتنافس وتبادل المراكز. اللي تقدم حاشور على مقدمة الشوط غاد مسار الشوط انطلق بالمركز الأول من هجن الشحانية يقود في التضمير. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا انطلاق جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس الذي يقدم هذه الانطلاقات والتحديات. مدرك في المركز الثاني من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم يتولى تضميره. وانطلاقات هذا الاندفاع بينما هجن زعبيل شاهين في المركز الثالث وراشد بن محمد بن مروشد يقدم هجني زعبيل في هذا الاندفاع. سلهود اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمر طارش بن مبارك بالقوبع في رابع المراكز. المركز الخامس هذا العفريت في المركز الخامس لاسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان محفوظ بن خميس لينيبي يتولى تضميره. المركز السادس سادس المراكز وصل فيها التاش ياتي هجن الشحانية محمد
محمد بن خالد العطية، المركز السابع شاهين من هجن العاصفة يضم رغياث الهلالي، المركز الثامن شوف اللي وصل الكايد، الكايد من هجن أم الزبار حمد بن سالم بن محمد بن بريك المري، والمركز التاسع شاهين من هجن العاصفة يضم رغياث الهلالي، بينما المركز العاشر من الجانب الآخر اللي يتقدم السليماني لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضم خليفة بن خميس الغويص. هذه العشر المراكز الأولى، المتقدم وإذاعتنا الثانية والأخيرة تقريبا للعشر الأسماء متقاربة إلى مال مع المضمرين في تحقيق الفوز والناموس، لا زالت متقاربة تخطيط المسايرة والمضمر والتكتيك في الأوامر أيضا لدور كبير. نسير مع المركز الأول، راح بناصر راح محفوظ بن خميس الينيبي يقدم العفريت بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بن خميس الينيبي يضمره، ولكن الأدعم من الجانب الآخر يتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق، هتاش من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب الحوت اللي يقدم هذه الانطلاقات، هذه التحديات، اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر، الكيلو الأخير. هجن الشحانية تتقدم على المركز الأول ويقود المسار هتاش وهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يقدم العطية هذه النوعية الجميلة والفريدة في هذه الانطلاقات. المركز الثاني العفريت لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بن خميس الينيبي يقود مضمرا. هجن زعبيل على المركز الثالث، وتاتي بشاهين يقدم شاهين في تضميره راشد بن محمد بن مروشد. اللحظات الأخيرة والتحديات الأخيرة، يا سلام عودة إلى المركز الأول. هجن الشحانية يلا يا العطية، شوف الوصول والتحرك أيضا من العفريت اللي في المركز الثاني، راكب راسه عفاريت مع العفريت اللي في المركز الثاني، ولا زال اللي في المركز الأول هتاش الشحانية مع العطية والعفريت لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان مع محفوظ بن خميس الينيبي. الأمتار الأخيرة، العفريت ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وتهانينا لمحفوظ بن خميس الينيبي المركز الثاني هتاش من هجن الشحانية. شاهين في المركز الثالث من هجن زعبيل المركز الرابع من وصل في حاشر لهجن من هجن الشحانية، والمركز الخامس الكايد من هجن أم الزبار. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في حالة وصولها إلى خط النهاية. نعود إلى العفريت اللي حقق الفوز والناموس، وتهانينا لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان على هذا الفوز. وتسع دقائق وثلاث ثواني وخمس أجزاء من الثانية، تهانينا وكذلك التهنية لمحفوظ بن خميس الينيبي على هذا الفوز. المركز الثاني تسع دقائق ثلاث ثواني سبع أجزاء من الثانية من حلف المركز الثاني هتاش من هجن الشحانية. تهانينا وشكرا محمد بن خالد العطية كذلك من قاد تضميره. بينما المركز الثالث تسع دقائق وست ثواني بالوفاء والتمام وصل شاهين من هجن زعبيل، تهانينا وتهانينا كذلك لراشد بن مرشد، هكذا تهانينا للجميع.